اهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدد جديد من الحصاد اليوم الخميس 26 اوت من بركات انقلاب 25 جويليه. هذا التحول القيمي الخطير الذي كشف عن انقسام حاد في المجتمع التونسي، لغه هابطه وتشنج كبير في التعامل مع المختلفين، وعصابات فيسبوكيه مختصه فقط في السب والشتم وهتك الاعراض. هل نحن امام حملات شحن مقصوده للتمهيد للتطاحن الاجتماعي ولتهديد السلم الامني؟ هل يساهم رئيس الجمهوريه بخطاباته المتشنجه ومصطلحاته التحقيريه في اذكاء هذا الجو المشحون؟ هذا إضافة إلى آخر المستجدات في الساحة السياسية في علاقة بالتطورات الإقليمية ومحاولات إرباك علاقة تونس بأشقاء في ليبيا والجزائر. ما هي دلالات زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي تحنور بن زايد إلى قطر لمناقشة هذه المواضيع؟ وسعدنا باش يكون معايا الباحث في الشأن السياسي سيد نور الدين الغلوفي. مرحبا بك يا نور الدين. سي نور الدين الحرشاني الدكتور في العلوم السياسية، مرحبا بك يا دكتور. والدكتور محمد التومي الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، مرحبا بك. خلينا في البداية نسمع لمقتطفات لبعض الكلمات لرئيس الجمهورية، من أخذناها من جملة من خطاباته أو من كلماته اللي ألقاها في مناسبة عدة. إذا نسمع لبعض خطابات سيد الرئيس ثم نعود، تفضل. تنسوا تذكير الكثيرين من الذين فقدوا الذاكرة ويعيشون أو تهزهم أضغاث أحلامهم وأضغاث مناوراتهم إلى ذكريات. نريد أن نعتبر هذه الذكريات المليئة بالجراثيم أو الفيروسات. سنخلص تونس من كل الأدران التي علقت بها. وش يتواصل أيضا التلقيح ضد كل الجوائح والتطعيم الثاني ضد الجوائح السياسية والميكروبات السياسية. من يريد أن يسمع ومش لنا، وأن هذه المسالك اللي عملها والمسالك التجميع والتركيب الشعب التونسي انتهت وباش تحمل المسؤولية كاملة. ورد بالهم زاد بالشعل والنار، رد بالهم أول من مشى اللي أحسن والله اللي حبوا يشعلوا النار في الأسعار أو في الغابات هم اللي يصرخوا بها. ستأتي غسالة النوادر، تعرفون غسالة النوادر في الخريف، وستأتي إن شاء الله تعالى غسالة النوادر السياسية، بالرغم من أن البعض في تونس مكانه قنوات تصريف المياه، ستطهر المجاري وستطهر غسالة النوادر السياسية. هؤلاء الذين عبثوا بالتونسيين سيتم جهر الأودية والسدود، ولكن سيتم الجهر بالحقيقة، سيحترقونه بألسنة النار التي يشعلونها. دكتور، إذا كان يعني هذه بعض مقتطفات، إذا لغة رئيس الجمهورية فيروسات جراثيم مصيرهم قنوات الصرف الصحي الميكروبات، يعني هذا هالمعجم هذا يحيل يعني وتصنيف أيضا وتقسيم التونسيين إلى نحن وهم، نحن الصادقون وهم المتآمرون، نحن اللي يخدموا البلاد وهم الخونة، يعني هذا ربما يساهم أيضا في خلق جو من التوتر المشحون خلينا نقول في البلاد، بعد خاصة بعد حدث يوم 25 جويلية. أهلا وسهلا بك سي عمرو، أهلا بكل مشاهديكم مشاهدي قناة الزيتونة. في الحقيقة هذا الذي كنا نستمع إليه بين عينا، رغم أن السيد الرئيس يقول أنه أتى لخطر جاثم أو خطر داهم كما يسميه هو البرلمان هذا لما حدث، ويلمح ذلك ويصرح
في كثير من الأحيان. هذا التهارج والتهارش الذي صار، وأن السيد الرئيس حسب رأيه إنما يأتي منقذ للبلاد من هذا الخطر، وأنه يأتي لأخلاقة شئت الحياة السياسية، لبث أمل جديد، لتغيير ما يمكن أنه. ولكن الحقيقة أنه مثل هذا الخطاب الذي كنا نستمع إليه، إضافة ل يعني أيضا حركات البدن وتلك القبضة التي يقبضها كلما سار في الشارع أو تكلم أو كذا، ثم هذا الهدير بالكلمات الهادرة يعني المتشنجة، في الحقيقة هذا لا يعطي التطمين، لا يعطي أن هذا السيد الرئيس يعني أتى ليعطي بديلا إن شئت سياسيا، بديلا على هذا الذي حدث، وأنه هو يصرح بذلك. لكن الحقيقة أنه في تونس في حاجة صحيح إلى معنى السياسة، باعتبار أن السياسة بالمعنى الخلدوني هي الفعل المصلح التي يعني بين الفساد والإصلاح، أي أنها تزيل الفساد وتذهب نحو الصلاح ونحو الإصلاح. ولكن هذا الأمر الذي وددنا أن نراه واقعا عينيا، نرى أن في المستوى الواقعي أن الفساد حسب رأيي استقر عند بعض النواب وفي ترويع زوجاتهم وأبنائهم الصغار وإلى غير ذلك، ولم نرى من الفاسدين الحقيقة الذين يعرفهم الناس بأسمائهم بصفاتهم، لم نرى يعني توجه مجرد توجه إلى ذلك. لهذا ما يعطي الانطباع على أن يعني أن الرئيس قام بهذا الانقلاب دون برنامج واضح، دون إلا من بعض المحيطين به، ومن حسن حظ التونسيين أنهم ليسوا على قلب رجل واحد، ليسوا على قلب امرأة واحدة، باعتبار أن الأغلبية هم من النساء اللواتي كذا. وسي عامر، أنا في الحقيقة نريد أن بعض الحقائق المؤلمة التي كنا نراها ومن يعني من هذا الأمر من أتباع من أنصار الرئيس، من أنصار الانقلاب، هذا الهرج الكبير الذي حدث والذي نلاحظه في وسائل التواصل الاجتماعي من يعني في الحقيقة سوء أخلاق غير مسبوق، وخاصة مما يعرفون بالجنس اللطيف من النساء. أغلب هذه الأسماء أسماء فتيات، اللهم إذا كانت مستعارة. ولكن الحقيقة أننا رأينا أو أن التونسيين أظهروا أسوأ ما فيهم من هذا، أو أن هذا الانقلاب استطاع أن يخرج أسوأ ما في المجتمع، وهذا أمر في الحقيقة الذي حدث والذي تواصل هو لا يبشر بخير طبعا، وهو يقسم المجتمع ويهدد السلم الأهلي حقيقة. نرجع لموضوع المرأة لأنه مهم جدا، خليني نمشي مع دكتور نوردين. دكتور نوردين، الأصل فيها أن رئيس الجمهورية محمول عليها بأنها توحد التوانسة وبأن تكون خيمة تجمع تقريبا كل التونسيين، لكن ما رأيناه من الرئيس قيس سعيد على الأقل خلال السنتين ومن التجربة هذه نتاع السنتين، أنه كان يكرس تقسيم التوانسة بين نحن والهم، وكأننا في صراع، وكأنه كرس صراع ورسخ صراع بين النخبة السياسية وبين الشعب التونسي. هذا تجسم خلال أو بعد الانقلاب من خلال هالحملات التشويه اللي صايرة في الفيسبوك واللي أشار لها الدكتور محمد التومي. يعني كيفاش تفسر لها؟ هل المجتمع التونسي فعلا هو مجتمع عنيف سيء الأخلاق شعبه إلى هذه الدرجة؟ وين كان متخفي هذه النوعية اللي قاعدين نشوف فيها توا، واللي تمس في رموز البلاد، رموز الكبيرة في البلاد اللي دافع على المسار الديمقراطي والانتقالي حتى وإن اختلفنا في الأخير؟ الاجتماعي والمستوى المتدني الأخلاق، هذا مش صحيح أنه جاء بعد، معناها بعد 25 جويلية، معناها المظاهر التدني الأخلاقي للنخبة والمجتمع هذا ما قبل وشفناه، ولكن أكل مرميطة اللي هز عليها 14 جان في الثورة، ظهرت الكبت كان موجود، كان معناها الفساد ما كانش ظاهر، كان مكبوت، وظهر
معناها كبرهان على فشل معناها قيمي وفشل معناها تاع سياسات تربوية وسياسات تعليمية وفشل تاع معناها إحاطة عائلية. هذا المجتمع التونسي معناها ازرع فيه الفساد منذ عقود، والحياة السياسية والعمل السياسي والنشاط السياسي ما هوش بمعزل على هو من المجتمع. فبالتالي اللي رناه في النخبة السياسية معناها قبل بعد 14 جانفي وفي المجتمع بصفة عامة هو معناها شيء معناها متفشي، مش لدى فئة دون أخرى، لا متفشي لدى الفئة الكل، من الأستاذ في التعليم في العائلة في عند السياسي وعند كذا. لكن بطبيعة الحال الآن معناها الخصوم السياسيين معناها خطاب يزيد تظهر فيه الفساد أكثر الآن بعد معناها الحركة بتاع يعني كأنك تبرر وتقول أنه شيء هذا متأصل فينا. معنا مش متأصل فينا، أنا قلت عنا أزمة أخلاقية نعيش فيها منذ لكن ما شفناش قبل 25 جويلية بالشكل هذا يا سي نور الدين. ربما هي الأزمات، يعني سي 25 جويلية كانت قادح باش التونسي يخرج ما عنده من سب وشتم وهتك للأعراض بهذا الشكل. زعما احنا قبل 25 جويلية كنا من النقاوة ومن لا ما كناش، لكن مش بهذا الشكل. لا ما كناش لكن مش بهذا الشكل. هذا كلام صحيح سي عام، لأنه في الأزمات وفي ظل الخصومات السياسية وغيره تزيد تبرز هذه الصفات معناها البائسة والصفات هذه الغير حميدة هذه تزيد تبرز أكثر في الخصومات. يقول لك معناها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك معناها إذا خاصم فجر معناها إذا خاصم فجر معناها في الخصومة تظهر الأخلاق، في الخصومة تظهر المعدن بتاع الشخص وفي الخصومة. واحنا وانا نحب نرجع معناها انتي جبت على نرجع على شخصية السيد رئيس الجمهورية. انا اقول معناها قلت قدش مرة في البلاتو هذا سيمة كل خروج اعلامي بتاعه سيمته التشنج وخروج وشنو سبب هذا من تركيبته النفسية والا هي الظاهر انها تركيبة في الشخصية والظاهر انه معناها عنده مشكلة كبيرة. وأنا قلتها في البلاتو قبل أسبوع ولا 10 أيام مشكلة في التواصل، وقلت يجب أن اللي يحيطوا به ينصحوه في مسألة التواصل. راهو التواصل 80% من السياسة ما عادش برامج وكذا تواصل. ونقول أنا أكثر من ذلك، نقول أنه معناها ربما ساهم الرئيس في معناها تجذير أو في معناها إخراج هذا 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 الفساد اللغوي واللفظي والتواصلي في 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 مؤسسات التواصل الاجتماعي. نقول أنه وكان تسمحوا لي أنه النموذج بتاع السياسي الآن شنو هو في العالم معروف. النموذج بتاع السياسي أصبح مانجر، أصبح السياسي يتسم بالتواضع، أصبح السياسي يتسم بإنسان إداري معناها يجيب برامج ويقدمها للناخبين في البرنامج الانتخابي ثم يحاول باش يجسدها على الواقع، يحاول باش يحققها، وإذا ما حققهاش بعد العهدة متاعه ويمشي لروحه وكأنه شيء كذا وشيء كذا. ما عادش الآن زمن الزعيم المفرد والزعيم المنقذ والزعيم اللي باش الملهم. هذا انتهى، كان في تونس بالذات وكان في البلدان العربية والبلدان بعض البلدان المتأخرة سياسية. ما عادش هذا باش يعمل كل شيء وباش ينقذ وباش يعمل وباش ينقذنا من كذا. هذا انتهى. شوفوا بلير بعد ما بلير في بريطانيا مشى على روحه بعد 4 سنين جبد يمشي هكاو. تريدو في كندا معناها نموذج السياسي المتواضع السياسي اللي احتاج. يا اخي هولندا اتعس رئيس جمهورية في الجمهورية الخامسة، مشى بعد كذا وعهده مشى على روحه ومشى بخيباته وساركوزي. زعما ساركوزي كي لوح عليه المواطن الفرنساوي قطوه على وجهه في الشارع، زعما شنع بالقبيلة بتاع السيد هذايا وما
ومعناها وانتقم منه وانتقم من جد بوه ومن من كذا ومن غيره وغيره وغير لا نعم. وهولندا وذا الرئيس الفرنسي الأخير كي صفعوا واحد من المواطنين معناها في الشارع هل معناها انفجر غضبا وقام بكذا وانتقم البوليس من لا لأنه فما ثقافة متاع ديمقراطية متجذرة لدى المواطن ولدى الحاكم. نعم. معناها ضرب شهرين سجن السيد ولا ما نعرفش عليه يكون خرج ولا كذا اللي صفع رئيس الجمهورية في فرنسا وفتح حكاية لأنه طبقوا عليه القلب. فبالتالي النموذج معناها النموذج الرئيس الآن وأنا نقولها ديما معناها ربما يستفز وربما يشجع كذلك على اللي تحكي فيه أنت على العنف اللفظي وعلى معناها القيم الفاسدة الموجودة الآن معناها لأنه الحياة لأنه معناها الناس تمشي برواء تمشي بزعمائها معناها المواطنين يمشوا بزعمائهم وإذا يرأوا التشنج في التلفزة والتشنج في كل ظهور إعلامي للرئيس فبالتالي ستتسم الحياة السياسية والتبادل المواطنين بالتشنج وبالعمل. سمح لي نمشي للأستاذ نور الدين. الأنظمة الشمولية نور الدين عادة أصبح تقريبا تكريسة وترسيخة بأمور أصبحت معلومة. نحكي على أولا التحكم في كل السلطات تقريبا هذا صار. أيضا تحذير أرضية من التنازع والتحقد الشعبي لربما جرنا إلى حرب أو تحارب أهلي وصراعات أهلية ونشوفوه هذا حتى في نفس الدار وفي نفس العائلة هذا مع قيس وهذا ضد قيس وكان وهذا ضد ترجي وهذا ضد الكليب وأصبحت المشاحنات إلى آخره ثم تكليف ربما جهة وهذا من أدبيات عادة الأنظمة الشمولية تكليف جهة بتصفية الخصوم وبث جو من الرعب والترهيب لترسيخ الانقلاب وترسيخ النظام الشمولي. تشوفش أنه ربما احنا تقريبا في بعد يعني مجمع الرئيس قيس سعيد تقريبا كل السلطات في يده كل السلطه التنفيذيه التشريعيه القضائيه اليوم تقريبا ماشيين اذا كان نشوفوا ونقراوا المسار واللغه نتاع الفيسبوك اليوم ولغه التعليقات تشوفش انه ربما احنا في المرحله الثانيه نتاع تركيز النظام الشمولي وهو بث هذا الخطاب خطاب التشاحن والكراهيه. شكرا لك جزيلا على هذه الدعوه. مرحبا. أرحب بضيفيك الكريمين وبجمهورك الذي يتابعك. الحقيقة عطفا على ما قاله الدكتور منذ حين أزمة القيم قديمة في تونس وقدمها متصل بمسألتين اثنتين الأولى هي الصدق في القول والثانية هي الإخلاص في العمل. تقريبا أغلب التونسيين يأتون الفعل السيئة أغلبهم أقول حتى لا أقول كلهم وهم أنفسهم يدينون ذلك الفعل. يعني نحن جميعنا أئمة هداة في مستوى الدعوة ولكن في ناحية أخرى ولا في قفاء العملة الأخلاقية إن شئت نحن نأتي كل ما ينهى عنه الخطاب الذي يقوله الأئمة الهداة هؤلاء. الحقيقة سي عامر الثورة ثورة 17-14 كانت أخرجت أجمل ما في التونسيين وفي لحظة انهيار مؤسسات الدولة التي كانت تكبت التونسيين تحول التونسيون إلى مجموعة موحدة متآلفة متكاتفة متآخية. بعكس ذلك الانقلاب لما قام أخرج أسوأ ما فينا وأسوأ ما فينا هذا التنازع الذي يعتاش منه المنقلب. الديمقراطية على سوآتها وعلى هيناتها وعلى ما يمكن أن يكون من أعطابها تخرج أجمل ما فينا وفي أسوأ ما يكون عندها أنها تظهر التنازع بين السوء والحسن بين القبيح والحسن. مع الانقلاب ثم نوع من السطوة على كل شيء نوع من الغورة. الرئيس يمارس في فعل الغورة الغورة حتى المعجمية واللغوية أنا كل جميل وكل فضيلة والبقية كل قبيح وكل رذيل
أن المشروعية التي تنفي الشرعية الزائفة التي يمثلونها، أن الحق وهم الباطل، أن الخير وهم الشر، أن الجنة وهم النار، بالتالي سينقسم بإزاء ذلك الشعب كله إلى فسطتين تقريبا. الخطاب نفسه الذي كان يقوله أسامة بن لادن عن الفسطتين هو الخطاب الذي يرددّه رئيس الدولة الآن. للأسف نقول هذا الكلام. الأصل في الأمر أن يكون الرئيس بمقتضى منطوق الدستور على الأقل أن يكون الجهة المعدلة، يعني أن يكون أعقل العقل، أعقل العقلاء، وأن يقدم للناس البلسم والدواء. ولكن رئيسنا منذ أن نصب رئيس في البرلمان أدى القسم، ثم بعد ذلك لعن البرلمان الذي أدى بين يديه القسم. هذا يطرح بشأنه نقاط استفهام كثيرة. يعني الناس الذين لجأت إليهم، أقول لجأت إليهم، لجأت إليهم وأنت تفتح حضورك السياسي أو ميلادك السياسي، هم الذين عمدوك، في الأخر تلعنهم وتعتبرهم خطر جاثم. يعني الخطر الجاثم ماذا ينتج؟ ينتج مصرف خطر، يعني أنت منتج هذا الخطر الجاثم. المسألة قائمة على جملة من المغالطات. يعني مش على خطر أنت رئيس وجمعت كل السلطات في يدك، معناها أنت الصدق وإحنا نحن الكذب. نحن نحلل الخطاب أيضا ونستطيع أن نقول لك ما تقول لنا، ولكننا نترفع عن أن نؤذيك لأنك تمثل الدولة ونحن نحترم دولتنا. يقوم على المغالطات، يحنث باليمين، يغالط الناس. الحرب على الفساد مسألة يتفق بشأنها حتى جزء من الفاسدين الذين انخرطوا في الفساد كرها لا طوعا، ولكن إذا اتفقنا في التشخيص يمكن أن نختلف في العلاج. هل كان الرئيس معالجا؟ كيفاش يكون العلاج؟ ما يكون مرهم، يكون جرعة تخفف من الوجع. الرئيس يزيد من الوجع وجعا ويزيد من الأعطاب أعطابا. هذا الكلام الذي كان نشره، كان أورده البرنامج منذ حين حول الجراثيم والفيروسات والأدران والجوائح والميكروبات، لغة حربية هذه. يعني أنت تحارب أبناء بلدك في اللغة التهامية، في البيداغوجيا. نحن مع التلميذ، وأنا اختصاصي في الميدان هذا، نحن نمنع أن نرجم التلميذ بخطئه، ونستهين بطبيب يمكن أن يعير المريض بعطبه. كيفاش أنت في المجال السياسي ترجم خصومك؟ اعتبرهم 1% يا سيد، يلزمهم يستحقون هؤلاء، هؤلاء توانسة، اعتبرهم من الخطائين، اعتبرهم حتى من المجرمين. هل نقتل المجرم في بلادنا؟ هل نسحله؟ يعني ثم نوع من استهداف الناس على المستوى المعنوي، قتل معنوي من أجل إعداد مشروع سحقهم بدنيا أصلا. يعني التصفية المعنوية هذه ما تؤدي إلا إلى حالة من الهياج تنتشر في المجتمع، قد تنتهي بنا لا قدر الله إلى احتراب أهلي بين أصحاب الخير وأصحاب الشر، بين أصحاب الرئيس وخصوم الرئيس. أنا مواطن تونسي فرحت بهذه الثورة، ورأيت أن الثورة التونسية هي ثأر للجماهير من الساسة عبر التاريخ. طوال تاريخنا نحن نعاني سطوة الحكام، جتنا الثورة التونسية باش تدخلنا المنعرج آخر في التاريخ. جانا سي قيس سعيد باش يرجعنا إلى الوراء. هو لا عودة إلى الوراء، هو لا عودة إلى الوراء، ولكن نتمنى أن نمضي إلى الأمام. نعم. أم أن تظل تدور في حول نفسك، ماهوش تقدم. هو على كل حال باش ما نكونوش متشائمين برشا، المجتمع التونسي زاد مازال فيه الخير نقولوا احنا، ولكن خلنا سادة المشاهدين نحبهم يتبعوا مليح ما سنقدمه الآن، ونستسمحهم لمدة 7 دقائق لأنه الفيديو طويل شوية. هي إيكاد، هي منظمة أو منصة للبحث في الأخبار الزائفة، قامت بتحري حول الحسابات الفيسبوكية المنتشرة الآن في
منصات التواصل الاجتماعي واللي هي تمارس في السب ونشر الوسومات مع الانقلاب ومع الرئيس قيس سعيد. باقي نكرر نرجو من السادة المشاهدين أنه يتابعوا مليح الفيديو، طويل شوية صحيح ولكن مهم جدا للتعرف على حقيقة ما يصير وحقيقة هذه الحسابات المزيفة اللي هي قاعد تدخل للفيسبوك وهي تمارس في السب والشتم والثلب. خلينا نشوفوا هالفيديو ثم نعود. تفضل. ساعة الصفر مع دقائق الحدث التونسي الأولى وفور تواتر الأخبار عن قرارات الرئيس قيس سعيد المثيرة للجدل، بدأ فريق التحليل الرقمي يراقب مواقع التواصل عن كثب بحثا عن التفاعلات ومحاولة لفهم تأثيرات الحدث على الجمهور التونسي. انصب تركيزنا بادئ الأمر على منصة فيسبوك، إذ من المعروف أنها المنصة الأكثر تفاعلا في تونس، وعلى هامش المتابعة ظل الفريق يتابع منصة تويتر لكونها تعكس تفاعلات عربية ودولية حول الحدث، ليظهر لنا وسم تونس تنتفض ضد الإخوان المريب. ظل الوسم يسجل نسب تفاعلات منخفضة في ساعاته الأولى، ما دفعنا لتجاهله في البداية، لكن لم يدم هذا التجاهل طويلا، ففي تمام الساعة الثانية ظهرا 26 يوليو أظهر الوسم تفاعلا وصفه أحد أعضاء فريقنا بالمجنون، إذ إنه خلال دقائق فقط سجل نسبة تفاعل عالية جدا، ووصل خلال ساعات أو يوم على أبعد تقدير إلى أكثر من 41,000 تفاعل، ومعدل وصول تجاوز 65 مليونا. تابعنا الوسم منذ انطلاقه وتتبعنا الحسابات الأكثر تفاعلا فيه، مواقعها الجغرافية وطبيعة تفاعلها وطبيعة محتوى التغريدات، وكما هو المتوقع أظهر تحليل التغريدات أرقاما غير طبيعية، حيث بلغت إعادة التغريد أكثر من 81% من مجمل التغريدات، شارك فيها ما يزيد عن 75% من مجمل الحسابات المشاركة. وأظهرت تحليلات أعمار الحسابات أن قرابة 21% من الحسابات المشاركة في الوسم هي حسابات جديدة أنشئت جميعها خلال العام الجاري، ما يعني أن معظم التفاعلات أو الحسابات أريد بها رفع الوسم وزيادة التفاعل عليه. كل ما سبق كان متوقعا، لكن ما كشفه التحليل الرقمي حول مؤسسي وسم أو ما كشفته خرائط التحليل الجغرافي كشف طرف خيط آخر. من أطلق الوسم؟ مع تتبع مطول للوسم منذ انطلاقه وجدنا أنه أنشئ منذ عام 2013، وكان منشأه حسابا وهميا باسم يو إيت كات وومان، وحصد الوسم حينها قرابة 35 تغريدة فقط، شارك فيه 15 حسابا لا علاقة واضحة بينها ولا شبكة تفاعلات تجمعها. وتزامن انطلاق الوسم حينها مع مواجهات جمعت متظاهرين في مدينة بن قردان جنوبي تونس مع أفراد من الشرطة. خمد الوسم بعد ذلك مدة قاربت 7 سنوات دون أن يشارك فيه أي حساب أو تكتب فيه أي تغريدة، لكنه عاد لتويتر مرة أخرى عام 2020 بتفاعل ضئيل لم يتجاوز 10 تغريدات فقط، تزامنا هذه المرة مع أزمة سياسية جمعت تونس وليبيا إثر تهنئة الغنوش لرئيس الحكومة الليبية بتحرير قاعدة الوطية، ما سبب حينها بوادر أزمة بين الغنوش وقيس سعيد. أعاد إحياء الوسم هذه المرة حساب مصري يدعى صابر حسن، وتبعته عدة حسابات مصرية وسعودية في الغالب. ومن خلال تحليل الحسابات تبين أن الحسابات المصرية تشكل بالفعل شبكة تفاعلات واضحة وتربط بينها خطوط تفاعل بينتها برامج التحليل الرقمي،
خمد الوسم مرة أخرى بعد ذلك لأشهر لينشط ثانية في يوليو 2021، وتحديدا في تمام الساعة 3:22 من نهار 25 من يوليو، قبل ساعات من كلمة الرئيس المتنفذة التي أعلن فيها تجميد البرلمان وجملة من القرارات الأخرى. وعلى خطى العام الماضي أعاد إحياء الوسم هذه المرة كذلك حساب مصري يحمل اسم محمد يوسف، الذي تبعته عدة حسابات مصرية مثل مصري ويوسف المصري، قبل أن تتلقف الوسم حسابات خارجية معروفة. ومرة أخرى أظهر التحليل شبكة تفاعلات واضحة بين الحسابات المصرية التي تفاعلت فيه. والسؤال، ما شأن الحسابات المصرية في الحدث التونسي؟ ولماذا لم تطلق حسابات تونسية الوسم إن كان التفاعل حقيقيا؟ إن كان مؤسس الوسم ومغردوه الأوائل حسابات مصرية، فمن تفاعل على الوسم بعدها؟ ومن أين غردت هذه الحسابات؟ حسابات خليجية في وسوم تونس، لماذا؟ مع تحليل المواقع الجغرافية لكل تفاعل تم مع الوسم، لاحظ فريق التحليل الرقمي أن 1.2% فقط من التفاعلات كانت من داخل تونس، وأن 98.8% منها كانت من خارج البلاد، معظمها كان من السعودية والإمارات ومصر واليمن. ومع تتبع أبرز الحسابات المتفاعلة، وجدنا أن أكثر الحسابات حصداً للتفاعل كانت حسابات سعودية أو إماراتية، معروفة بتوجهها المناهض لجماعة الإخوان المسلمين، كحساب الردع السعودي وسلطان العساكر ومنذر آل الشيخ مبارك وفهد الجبيري والردع الإماراتي ومحمد تقي وحسن سجواني. ولم نجد مقابلها أي حساب تونسي معروف قد شارك في الوسم نفسه، ما يعني أن نمط التفاعل هذا هو نمط آلي لا يمكن أن يكون قد تم إلا لرفع التفاعل في الوسم، ولا يمكن أن يكون خلفه إلا لجان إلكترونية. البعرة تدل على البعير. لم يكن هذا المثل العربي بعيدا عن أعيننا ونحن نتقفى أثر الخيوط في التفاعلات حول تونس، فردود الفعل التونسية ذاتها كانت أهدأ مما أرادها البعض. لذا ومن خلال المصادر المفتوحة وربطها بالتحليل السياسي للصراعات الإقليمية والاصطفافات السياسية، يمكن الإجابة عن سؤال التحقيق: لماذا أسس الوسم حسابات مصرية غامضة؟ ولماذا تبعها في التفاعل حسابات خارجية، شق كبير منها وهمي والشق الآخر رموز معروفة مرتبطة بنشاطها؟ هنا تقف المصادر المفتوحة عند هذا التساؤل لتضعه أمامكم، فما تفسيركم؟ خلينا نأخذ تعليقات من هذا الضيوف. شنو تفسيرك اللي كنت تشوف فيه سي محمد؟ هو في وهذا السؤال اللي اختم به الفيديو. هو في الحقيقة أنه هذا الفيديو يعطينا عزاء لأنه على الأقل أنه نسبة يبدو أنه 1.2 تونسي والباقي مصري وخليجي وإلى غير ذلك، يعزينا بأن هذا الكم الهائل من الشتائم ومن سوء الأخلاق وهبوط القيمة، حتى أنه يقولوا أنه ثم أزمة حقيقية، أزمة قيم. ولكن المتابع لمثل هذه الأشياء يقول على الأقل أنه يعني جزء بسيط فقط من التونسيين. لكن هذا لا ينفي، وقبل قليل الدكتور نور الدين استشهد ببيت لمنور صمادح: شيئان في بلدي قد خيب أملي، الصدق في القول والإخلاص في العمل. الحقيقة أن المجتمع التونسي الكثير من القيم التي يستحق أن تفعل، قيمة العمل، قيمة التربية والتعليم. تعرف سي عامر أنت أدرى بهذا المسائل، لأنه في تونس نحن أزلنا التربية وتركنا التعليم، ولذلك هذه يعني أغلب المنتوجات، وسي نور الدين هو في هذا المجال التربوي، يعني المخرجات، هذه المخرجات التي نراها الآن
هي نتيجة غياب التربية في التعليم وضمور الدور الأسرة والانفكاء وتفكك الأسرة الحقيقة، أنه أو في بدايات يعني هذه في حاجة إلى علماء اجتماع يعطونا، ولكن ثم المياسم هذه هي التي تنذر والتي تشتعل، ثم أزمة حقيقية فعلا، يعني أزمة قيم. ولابد من ما خرج من خطاب الرئيس أو من هذا الانقلاب هو أخرج أسوأ ما في ما فينا ما في المجتمع التونسي. وهذا حقيقة، تعرف ثورة علي بن غذاهم من الذي قضى عليه؟ الأوباش، هؤلاء الجنرال أحمد زروق الذي كان يدور ليلا على هؤلاء السكارى والثمالة وإلى غير ذلك، وخرجي السجون وحملهم إلى القلعة الكبرى والقلعة الصغرى، وإلى حد الآن كبار السن يعرفون يعني عن طريق مرويات أجدادهم وأبائهم ما الذي حدث في حينما يعني خلى بينهم وبين الناس، روعوهم. ولذلك يعني ثورة قتلها أو ثورة علي بن غذاهم قتلها هؤلاء الأوباش، لكن هؤلاء الأوباش الذين يخرجون الآن في فيما نرى ونسمع لن يستطيعوا النيل من الثورة، هذه الثورة التي فتحت فينا أجمل ما في المجتمع، يعني أجمل ما، وأعطت النموذج التونسي الذي صار يعني مثالا يحتذى به في كل العالم في الحقيقة، ليس في العالم الثالث العربي فقط ولكن في كل العالم. نعم. لذلك يعني أنا أتصور أن مثل هذه الفقاعات ولإنسان مهوس بالسلطة جمع كل ما لديه ولكنه لم يفعل شيئا غير الفشل، وهذا من حسن حظ التونسي. يعني يعطيكش على الأقل جرعة أمل، بكري كنت متشائم برشا، أنت على الأقل 1.30% هم اللي قاعدين يتفاعلوا، هم ربما يمارسوا في، والباقي الكل تقريبا حسابات وهمية مصرية وخارجية وغيرها. شو أنا حط الصراع هذا والفيسبوكي والصراع عبر من خلال آليات التواصل الاجتماعي نحطه في إطار الصراع السياسي، من الشرعي أنه هالدول هذه اللي عندها مصالح وهالقوى اللي عندها مصالح تحب معناها تفوز أو تحب تجي معناها مع طرف دون الآخر، شو من الشرعي؟ من الشرعي سياسيا، من الشرعي إيه سياسيا، معناها تدخل مثال في الانتخابات الأمريكية بتصدير ترامب معناها مسألة شرعية، ولا تدخل إحنا في شؤوننا الداخلية عبر هذه الحسابات الفيسبوكية التي تديرها دول خليجية ومصرية معروفة معناها مسألة شرعية تعتبرها شرعية سياسيا؟ إيش معناها سياسية؟ معناها كان عندك يا أخويا كما أنت توا إحنا كما نلوموا على الرئيس قيس سعيد أنه نشر الرعب لدى رجال الأعمال حاجة إيريفرسيبل، إيش معناها؟ معناها ما عادش نجم تقول توا لا راني مانيش عليكم، راني كان على السراق برك وكان على الفاسدين. لا لا، الخطاب راه مش سهل انك تزرع الخوف والرعب و و و, و الريبه لك الدرجه. الخطاب خطير جدا عندما انت تجي مثلا، احنا عبنا عليه المره الاخرى في البطو هذا، قلنا يشد معناها لو باترون دي باترون سي ماجور ويعطي يبدا يعطيه درس لانه هو استاذ، لا يعطيه درس وما يخليش يتكلم حتى كلمه، كما قالت الصحفيه الامريكيه معناها قعدنا معها ساعتين السيد رئيس الجمهورية التونسية معناها ما خلناش حتى ما سمحناش حتى باش نسأله سؤال بسيط. فبالتالي هذه تنم وتدلك وتحيلك بشخصية. لكن عندما نقول أنا أنه معركة الآن في العالم، وهذا ما قاله الرئيس جو بايدن أخيرا البارح ولا قلت البارح، لأنه باش يرصد أموال طائلة للمعركة أو للصراع الرقمي مع ضد الصين وضد روسيا، معناها لأنه أصبح هذا الصراع هذا أصبح عوض الصراعات المباشرة والصراعات العسكرية وكذا. فبالتالي عندما نقول شرعي بين ظفرين معناها هذيك الحروب الجديدة الآن، معناها هذاك الطرف. مش معناها هذا، معناها رانا كي نتكلم وإحنا نقولوا معناها نعيبوا على قيس سعيد معناها طريقته في التواصل والتشنج، ونعيبوا عليه معناها تجاوز الدستور ونعيبوا عليه الانقلاب اللي صار وكذا، مش معناها نزكيه في الاخرين. راه رد بالك، قلنا معناها الاخرين يجب الاطراف الاخرى او الاطراف الخصوم باش ما يكونش البلاتو هذايا معناها اسونس يونيك،
مش نفهم احنا هنا معناها سيونتيفيك، معناها نحب نكونوا اكثر واقرب الى الموضوعيه منه انه باش نجبوا معناها نحطوا الرئيس ونبداو. لا لا، احنا قاعدين نحلوا في مش نحلوا شكون عنده الحق وشكون ما عندوش الحق، قاعدين نقولوا هذا معناها عنده الحق وهذا ما تجاوز معناها القانون وهذا لم يتجاوز وهذا كذا. عندما نقولوا الرئيس قيس سعيد معناها اخطأ في معناها فهمه للفصل 80 وهذا اجمع عليه علماء القانون الدستوري وكذا، وقبليك تقول لي انت معناها اخلاقيا معناها وقع صراع كذا، نقول لك وصلت التدني الاخلاقي الى معناها التجني على معناها أساتذة كبار جامعيين وكذا، لأنهم كان رأيهم معناها يشجب ما قام به. لكن نقول كذلك أن الطرف كذلك الأخطأ الآخر قلتها في البلاتو هذايا، لا الطرف الأخرى أخطأ ولا ما أخطأت في إدارتها للشأن العام منذ 2011، ولكن كان وأخطأت في التواصل متاعها، وأخطأت في معناها في إدارة المواقف الأزمات اللي صارت بكلها هذا يخطأ. ولكن كان على قيس سعيد وغيره أن ربما يعالج هذه الأخطاء ويعالج من خلال الآليات الدستورية والآليات الديمقراطية، من خلال احترام القانون واحترام الدستور مش احترامه في نصا وروحا. وهذا هوني هذاك اللي حابين سي نور الدين. بمناسبة السؤال سي عامر، حملني بعض المتابعين أن أحييك وأحيي قناة زيتونة، قالوا أنها القناة التي تغرد خارج السر. لأجل ذلك متابعوكم يخشون عليكم من صولة صائلين هؤلاء الذين وقفوا على جادة واحدة كلهم وتركوكم. على كل حال نحن تحت حماية ديمقراطية السيد الرئيس. على كل حال نحن ننهل من حرية وهبتناها ثورة 17 ديسمبر 14، وليست الحرية منة من أحد على أحد، إنما هي ملك مشاع. علاش؟ على خاطر الإعلام الأصيل هو موش إعلام يأكل خبز، إعلام يكشف يفضح يعري، يشخص العلل والأعطاب، يصف الأدوية إذا كان قادرا على أن يصف الأدوية. المؤسف في الإعلام في بلادنا أنه رجع يرقص ضمن عكاظية سيد الأسياد، وهذا مخل في الحقيقة. أن يسمح الإعلام لصبي عيي غير مبين يتطاول على قامة في مستوى الأستاذ عياذ بن عاشور يقول مشعوذ، هذا السقوط، السقوط هذا السقوط في قاع لا يمكن أن يسقط دونه. عيب. يعني هذا الرجل، هذا الصبي، الرجل في مستوى عمر جده مش بوه، وفي نفس الوقت يقرره ويقرر اللي دافع عليهم كل. أنا أقول هذا الكلام لا دفاعا عن أن شخص بعيني، لأنني قرأت كتب الرجل ولمست منه معرفة نادرة وقدرة على التفكير. من النادر أن تجد كاتبا مفكرا، عياذ بن عاشور من المفكرين، تتفق معه تختلف معه في فكرة في الأفكار حتى في المعتقدات إن شئت، تلك مسألة أخرى تختلف. أما أنا أقول عنه مشعوذ، هذا هو السقوط الأخلاقي. الإعلام هذا الذي نعيشه نتألم منه لأنه يمارس فعل التشويه. التقرير الذي قدمتموه منذ حين ما يطمئن فيه هو أنه يكشف أن تصحيح المسار هو تصحيح افتراضي، ما هوش تصحيح واقعي، بمعنى تصحيح مكذوب، حيلة من الحيل التي تعتمد في الانقلابات لأجل تسويق خطاب المنقلبين. قديما كان المنقلب إذا انقلب يشتغل على التعمية وعلى الغموض وعلى تسريب المعطيات بالجرعات التي تخدم الأجندة بتاعه. نحن الآن في زمن الانفجار الإعلامي،
لا يمكن لأحد أن يقمعك أو أن يمنعك من أن تطلع على معطى كما هذا أو تقرير كما هذا. هنا ندرك أن حتى الشعبية التي يدعى أنها في الشارع هي تأتينا عبر الشاشات، والشاشات تكذب مثل ما تكذب صفحات الفيسبوك وصفحات وحسابات التويتر. هو ثم زاوية أخرى سمحني سي نور الدين، هذا يخلينا نحكي ربما حتى على التدخلات الإقليمية في الموضوع التونسي، وخاصة في عملية الدكتور منذ حين تحدث على الشرعي قال لا، هي الدول تدافع عن مصالحها. الدول العربية المجاورة في إقليمنا هي دول تحكمها أنظمة استبدادية، المعادلة واضحة. الجرعة التي شهدها الشعب التونسي من الحرية والديمقراطية تخيفه، الخطر الديمقراطية معدية، وهم يريدون أبدانهم معافاة من الديمقراطية والحرية، يريدونها تحافظ على الاعتلالات والأعطاب التي لا يرونها هم ولكننا نراها نحن. هم يستهدفون تجربتنا باعتماد أخطائنا نحن، ويستثمرون أموالهم وبترولهم وكل شيء من أجل أن يحافظوا على أنفسهم استنادا إلينا. هذه البذرة المنبتة الخصيبة في تونس يريدون تعقيمها من أجل أن يقال أنهم هم الذين يملكون السلامة ويملكون الطمأنينة ويملكون الاستقرار إلى آخره. معناها ثم تدخل إقليمي، تدخل إقليمي بفلوس ما هوش بلاش، يعني يولي الانقلاب مدعوم من جهات أجنبية، يولي ما هوش انقلاب تونسي. التوانسة وقت تعاركوا 10 سنين وهم يتعاركوا ولم ينقلب منهم أحد على أحد، ووصل الفرقاء السياسيون إلى حدود تناقض قصوى، ولكن لا أحد منهم فكر في أن ينتهك التعاقد الذي يمثله الدستور بتاع 2014. بالتالي لا نقول بصراحة، أنا لا أطمئن إلى اعتبار أن تدخلهم شرعي، لا ما هو شرعي، هو تدخل مصالح فيه اعتداء، كما تدخل فرنسا بدعوى الحماية وهي تحتلنا وتنهب ثرواتنا. تدخل مصالح، اي ما هو شرعي، ما هو شرعي. عندناش احنا كندخلوا للدفاع عن مصالحنا في دول اخرى دون ان نؤذي، دون ان نؤذي الاخرين. انت تقول تؤذي، انت تقول تؤذي، وهو يقول لك مش اذى، انا ندافع على مصالحي. كما انت يزمك تجند كل الطاقات نتاعك باش دافع، انت ماكش في المستوى باش تجند طاقاتك باش دافع على روحك. ايش حاب نعمل؟ امريكا تجند، روسيا تجند، وتقول لك ما عملتش وهي عملت، وتدخلت معنى التدخل كما قال سي عامر، تدخلت في الانتخابات الامريكيه. معناها تعتبر، ما نقول انت معناها تدخل الخليجي سي نور الدين تعتبره شرعي انت في الشرعي؟ قلت بين ظفرين، تدخل للمصالح يجب ان تجابهه، اذا ماكش قادر للجواب نعم. اذا غير قادر انت، هو تدخل نفهمه ولكننا نفهمه. لا نتفهمه. كيما تو تقول لي أيوة. يجيني انا بعض يقول لي شبك تركيا تدخل في 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 في, في, في ليبيا، اش معناها تدخل في ليبيا ولا وفرنسا وايطاليا ومصر ومش من حقها باش تدخل، ومش من حقها تدخل ولو انا دافع على مصالح. لا 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 لا, لا يا اخي عامر، إذا أصبحت الحدود مباحة ومستباحة، وأصبحت هناك لا وجود لسلطة مركزية، وتجي تقول لي والناس كل داخلة وخارجة وكذا، وتجي تقول أنت طرف من الأطراف تقول تدخل في حين انتهى الأمر، أصبحت لا ليست هناك سلطة مركزية، فكل من له مصلحة كما تونس كما الجزائر كما مصلحة في الشأن الليبي عندما غابت السلطة المركزية وأصبحت فوضى كان، معناها ما عادش تنجم تمنعه باش تقول له علاش دخلت، معناها علاش دخلت؟ عندي مصالح ولا توجد سلطة مركزية. احنا عندنا سلطة مركزية وما عنده حتى حد حق باش يدخل في شؤوننا الداخلية من قريب ولا من بعيد. ما عنده حتى حد في الأصل. أما إذا يدخل حد، إذا يدخل حد وأنت معناها هات برهن أنه تدخل، هات روسيا، هات يا سي عامر أمريكا برهني اللي روسيا تدخلت في الانتخابات، والناس كل تعرف اللي تدخل، أي برهن اللي تراه. يا دكتور التقرير الذي قدم منذ حين برهان، برهان هات قدمه للمحكمة تراه. ينبغي أن يقدم للمحكمة، ينبغي. هل هو روسوفابل ولا ما هو روسوفابل؟ ينبغي من هنا نبدأ. من هنا نبدأ هكا. قال لك نفهمه لكن لا نتفاهمه، سي نور الدين قال لك معناها واضحة، نفهمه لكن لا نتفاهمه. خلينا نجي معك سي محمد، احنا حكينا شوية تو على الشأن الدولي،
تشوف الليمات الأخيرة ثم مشكلة مع ليبيا، وهذا يخلينا نحكيه اليوم. ثم بعض الأطراف تريد توتير علاقتنا مع جارتنا ليبيا، ربما لموقف سياسي معين، تحب ربما أصل حتى بدأت تتوتر في علاقتنا حتى مع الجزائر زاد لموقفها ربما سياسي مما قد يحصل في تونس. يعني وين تحط هال يعني كيفاش تنجم تصنف هال هالسياسة هذه اللي قاعدة ينتهجها وتنتهجها بعض وسائل الإعلام، واللي اليوم قاعدة تأخذ في صدى كبير، رغم اليوم ثم نفي من وزارة الخارجية التونسية ووزارة الخارجية الليبية لما قيل من تسرب أو لمحاولة تسرب ميات إرهابي لتغيير الواقع السياسي في تونس والقيام بعمليات إرهابية. رغم ذلك ما زالت بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين خلينا نقول للأسف تنعقوا من أجل توتير علاقتنا مع ليبيا. مثال هو في الحقيقة أنه نبدو من الأخر أنه اليوم اجتماع وزير الخارجية المنقوش مع الرئيس ووزير الخارجية يكذبون ما صار، لكن ما لا يكذب هو هذا الإعلام، يعني الشروق والأنواع هذه انها ما تصورش انه ثم غرفه موحده قاعده توجه معناها في الاخير، معناها كي تشوف انت مش الشروق برك، معناها تشوف اليوم وسائل الاعلام الكل اليوم ولا تحكي على نفس الوتيره. فعلا هو اكيد ثم جوقه المحيطه بالرئيس والتي هي التي تريد ان توجهه لضرب الطرف السياسي الاسلاميين والتضحيه بهم، وما لم يستطيعوا انه يزاحموه بالصندوق لابد ان ناتي او نحاول أن نركب على هذا الانقلاب وأن كذا. ولكن ليبيا باعتبار أن ليبيا زادة محسوبة على طرف سياسي معين، ولذلك النيل من ليبيا هو النيل من هذا الطرف السياسي المعين، وكلنا نعرف ذلك. يعني ولذلك يعني أنه تدخل هذه المسائل في إطار ماذا أقول يعني إيديولوجي، يعني عانينا منها في تونس من أجل استئصال فريق سياسي معين، وهذا الفريق طبعا لدواعي لا أدري يعني كان يصمت كان يداريهم بالصمت، فتصوروا لعله استسهال، هذا نوع من الاستسهال على نفس الوتيرة توجهوا للخارج. وهذا الخطير أن المصالح الدولة ومصالح جزء من التونسيين من الجنوب يعني مصالحهم الاقتصادية، والآن يعني ليبيا لا يعني تمثل منفرج لهذا الاقتصاد الـ يعني الذي يعاني مشاكل متعددة الأنساق ومشاكل كذا، ولذلك لابد أن نحاول أنه بالعكس أن ندفع هذه العلاقات إلى تتحسن، وأن نأخذ مكاننا الطبيعي في الجارة التي تمثل عمق استراتيجي، وترى تكالب الدول ومصالحها. أمريكا الآن تعتبر ليبيا هي البوابة نحو إفريقيا، وأن تونس هي بوابة ليبيا، ولذلك هي حتى تدخلها ورفضها لهذا الانقلاب من بركات ليبيا. ولذلك يعني كيف يمكن أن نجازي هذا البلد الجار الذي وصفه المرحوم الباجي في أحسن توصيف حينما قال كلمته الشهيرة يعني شعب واحد في بلدي، وهذا حقيقة. كيف يمكن أن ننعته الآن بأنه بلد يصدر الإرهاب؟ يعني والأمر يمكن أن ينطبق أيضا وما قاله بعض الليبيين أنه ينطبق على التوانسة الذين يعني حاربوا مع داعش في مناطق مختلفة من ليبيا. الأمر لا يمثل التونسيين ولا يمثل الليبيين، هذه مسائل يعني تحدث ولكن من غير أنه يكون مسؤول عليها لا الليبيين ولا التونسيين، وهم أيضا لم يتركوا ليبيا فقط بل يعني ترى أنهم أيضا في الجزائر، وصوروا أن المسؤول عن هذه الحراق فريق سياسي معين مع إسرائيل ومع بعض الصهاينة وكذا، صهيوني إخواني حسب التصنيف، وهذا يعني تمزيج غريب يعني غريب لا يمكن أن يركب على بعض. ولذلك يعني هذا هؤلاء المغامرين العابثين سي عامر هم الذين نعاني منهم الآن، وهم الذين يدفعون إلى مناحي قصوية إلى الأقصى إلى الاستئصال وإلى أن يجتثوا فريقا من التونسيين. قدرتنا على الصمود اليوم، عندنا اقتصاد منهار وعندنا مالية عمومية إلى حد الآن ما نجمش نسكروا ميزانية نتاع 2021 مسالة تقريبا في 19,000 مليار، شنو هي قدرتنا اليوم؟ احنا ولا على شك اليوم نخلصوا شاري ولا ما نخلصوش؟ نسبة تضخم تقريبا وصلت ل 6%، نسبة بطالة 17.9%، يعني شنو هي قدرتنا على الصمود إذا كان ما يكونش عمقنا الاستراتيجي فعلا هو ليبيا؟ معناها كيفاش العبث معناها اللي قاعد صاير معنا؟ لابد أنه احنا ماذا بينا نعرفوهم شكون هم الفريق هذا الفريق الذي أنا
شخصيا أنزه الرئيس على ذلك رغم أنه ننقده دائما، ولكن ننزه على أنه بل أنه لعله ما يحسب له والتاريخ سيحسب يحسب له ذلك، أنه وقف دون هذه المغامرات وهؤلاء المغامرين الذين يدفعونه إلى أن يطبق هذه الأجندة، والجو كله مواتي، الجو قطرها مواتية إلى الاستثار، وأنه نعود إلى تجربة 91 المريرة التي يعني يعرفها كل التونسيين. ثم أنه هذه المسألة فعلا نرجو نحن ونقدر أنه الآن في هذا الأمباس يعني الذي وصل إليه هذا الانقلاب، أنه يعود إلى هؤلاء جميعا إلى رشدهم، وأن يعودوا إلى الشرعية والمشروعية كما يسميها هو، وأن تعود فعلا الأمور لأنها لا تحتمل أكثر، لأنه سترى يعني الشعب التونسي كما يقول أستاذنا عبد السلام سدي يعني هو شعب مزاجي لا يعطيك كثيرا، لا يصبر عليك كثيرا، لا يصبر على السياسيين كل السياسيين بما فيهم قيس سعيد، ولو استمر الأمر هذا شهرا آخر سترى هؤلاء الذين صفقوا له ستراهم كيف يصفقون له مرة أخرى. نعم. إذن لابد من أخذ الأمور كذلك، لأنه أيضا أنه كل التونسيين نحن كنا نقول دائما نحن على الشفير الهاوية، نرجو أن لا نكون الآن فيها، ولكن لابد أن تقف كل التونسيين بالحوار بالصبر على كما كنا نصبر دائما على بعضنا. الديمقراطية ما زالت كما قال زين الدين هي ما زالت في خطواتها الأولى، أن نأخذ بيدها كما تأخذ بيدنا أيضا للتعلم لأن نصل إلى بر الأمان. تعرف أن وصلت سيد الغلوفي المسائل اليوم نسمع في برنامج إذاعي اليوم دبلوماسي سابق سفير سابق يدعو إلى قطع العلاقات، وأحد الإعلاميين يدعو إلى تسليح الشعب من أجل مقاومة أي خطر مفترض جاي من الحدود الليبية. مناخ الحرب لخدمة الأجندة نتاع الانقلاب، بمعنى أن تحمل بهذا المناخ حتى تحمل الناس وهم في لحظة جوع على أن يتغاضوا عن جوعهم، لأنك لا صوت يعلو فوق صوت المعركة كما كان يقول المنقلبون أيام إذ في التاريخ. يعني ثم معركة، المعركة وهمية، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. الديمقراطية مؤجلة، الحرية مؤجلة، وحتى الخبز إن شئت مؤجل. أنا في تصوري ما نراه من شحن العلاقات ضد الأجوار وضد الدول الإقليمية هو منزع انقلابي، لأن الانقلاب يعمد دائما إلى الانفراد بالشعب الذي يحكمه. يعني هم يعيشوا في 2021 بروح الستينات والخمسينات، روح المنقلبين القدامى، كتالوج كربون، يعني ما عندهمش حتى قدرة على الخيال وعلى أن يبدعوا انقلابية جديدة تنسجم مع اللحظة التي نعيشها. ولو أنهم يجدون السبيل إلى طمس العيون الإعلامية التي نعيش منها، العين المبصرة والعين التي تشرب منها زوز معناها، لفعلوا ولما ترددوا. ولدي تفسير آخر حول المسألة هذه، القصر فيه متدخلون كثر وشهويهم بقدر كثرتهم، وهؤلاء كل يجذب إليه ليحقق بغيته. يعني أصبح القصر هو مستودع نتاع شهاوي متناقضة أحيانا. هؤلاء عندهم أجندات لدول مختلفة داعمة، تلك الدول يسعدها أن تصطرع البلاد في الداخل وأن تعيش المناخ الحربي ربما لتحقيق بعض الأهداف. الإعلام وين يجي هنا؟ الإعلام أنا ثم معادلة بسيطة، من الذي يقف خلف القنوات الإعلامية؟ هم رجال أعمال. وخلينا نقول افتراضياً أن من هؤلاء من رجال الأعمال هؤلاء ثم ناس فاسدين. هؤلاء الفاسدون أخذوا أنفسهم بقضهم وقضيبهم وانحشروا خلف المنقلب. يعني المنقلب يدعمه رجال أعمال فاسدون مدعوم من الفساد، لأجل ذلك كان الإعلام خلفه بكله.
يعني تقريبا باستثناء قناة الزيتونة بل. هؤلاء يدافعون عن الانقلاب بطبيعة الحال أجندتهم هي التي ستغلبوا وهي التي ستتحكموا وسيجد نفسه مكرها على تبعيتهم لأنه يحتاج إلى أصواتهم حتى يبرر سطوته على السلطة. ثم نقطة أخرى هنا، نقطة أخرى، علاش الاتحاد؟ علاش الاتحاد؟ وهنا ربما علاش الاتحاد وقف المدة هذه وقفة واحدة ضد يعني مع الانقلاب تحديدا، تقريبا خندقة واضحة على الأقل في شخصين اثنين بل في ثلاثة في المكتب التنفيذي، سي حفيد حفيد وسامي تاهري ولا وتدوين كتبها سمير الشفي تقريبا هي نفس الفقرة ولكن بلغته ولغته أقل ضحالة من لغة حفيد حفيد لأن حتى علميا متواضع برشا. وزيدهم سامي الطاهري، علاش المركزية النقابية وقفت وقفة واحدة المدة هذه بدل أن تدافع عن أجندتها اللي كانت ماشية خلف الـ 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 الدفاع عن المسار الديمقراطي، الدفاع عن المسار الديمقراطي والحوار الوطني. نعم، قال لهم الخريطة، خريطة الطريق التي تتحدثون عنها ابحثوا عنها في كتب مظانها في كتب التاريخ والجغرافيا والمحيطات وكذا، لأن المركزية النقابية حتى هي خايفة، خايفة لأنها قدمت لنفسها بفساد وهذا ينطق به التونسيون جميعا وهي تخشى على نفسها اليوم، فهي مكرهة على أن تسير خلف الرجل. يعني يصبح ثم نوع من الزيجة ما بين الفساد والانقلاب بطريقة أو بأخرى، وهذا نربط بالقضية الإقليمية واستعداد ليبيا واستعداد الجزائر واستعداد حماس واستعداد تركيا واستعداد قطر. يعني في حاجة نحن إلى أكثر عدد من الأعداء، أعداء في الداخل وأعداء في الخارج، لأننا في لحظة حرب ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة. اجتماع طحنون هذا مع اليوم مع قطر انا توش نسال في بالي سنور الدين حول هذا الموضوع. سامحني سنور الدين، عندنا مثل احنا في الجنوب يقول تعارك عيشه ومسعود دخل حمد الحبس. ايوه هذا اللي صار، هم تو رجعوا لبعضهم واحنا انا وهذا هو يخليني نسالك على التغيرات الاقليميه الاخيره. اليوم طحنون اسبوعين التالي كان في تركيا وعقد ربما بعض الاتفاقيات ما زالت ما جستش مع تركيا، ثم اليوم يتقابل مع قطر، اذا ثم تغيرات اقليميه برشا، وكانه الكوموند احنا ولا التعليمات ما زالت واقفه على مقابل هذه التغيرات الاقليميه الكبيره. احنا قبل كنا نحكيوا على الاجندات، ما حكينا كان على الاجنده نتاع بعض الدول الخليج، ما حكيناش على الاجنده نتاع الولايات المتحده الامريكيه ورؤيتها للوضع في تونس وعلى فرنسا وعلى اوروبا بصفه نحكيو كان فالاجندات هذه كلها المتصارعه الكلها راي الكلها عندها مصالح وعندها رؤى للوضع في تونس والوضع في المنطقه. عندما نسمع لو كوميسار اوروبيان الاتحاد الاوروبي دي دروا دلوم يضر لي ولا معناها يقول انه التمديد، اسمع فيه التمديد في اجال الحاله الاستثنائيه في تونس شيء شنيع وشيء ارعبني. اذا يقولها واحد مسؤول في اكبر معناها تجمع اقتصادي وسياسي في 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 في, في, في العالم، معناها مش سهل، مش هذه رؤيه، هذه تنم على رؤيه. وعندما يبعث الولايات المتحده الامريكيه بعد لقاء تليفوني مع الرئيس قيس سعيد بساعه مع مستشار الامن القومي، ثم يبعث معناها جبهه كامله فيها نائب مستشار الامن القومي ومعاه ديليغاسيون معناها نتاع معناها مجلس الشيوخ، معناها هذايا مش اجنده، هذه مش رؤيه، لانه الولايات المتحده الامريكيه ما تعرف معناها التجربه الديمقراطيه في العالم العربي وفي البلدان هذيا كانت من ركائز سياستها الخارجيه من ركائزها. واذا تخسر تونس بعد ما خسرت سوريا وخسرت بعض مصر وكذا، فسياسه بناتها مده توا اكثر من عشريه تحت في الماء، وهذا يتسمى انا فو ديشاك معناها. فبالتالي كي نقراو معناها الصراعات هذيا والاجندات هذيا المختلفه والمتباينه، معناها نفهموا انه ما ثماش اجنده واحده
وما ثماش فما اطراف اكيد انه ثم جندات متسارعه وانه الرئيس اعطاهم فرصه باش يكون باش تكون منصه للتدخل. ما هو مش باش الرئيس اعطاهم فرصه ومش باش يخليهم الرئيس لانه يعني مش ما عادش الرئيس ربما ناسي او يتناسى انه لا معناها تونس ماهيش منعزله على العالم. نعم. ولا يمكن ان يحكم بمفرده. توا حتى الاوروبي حتى الدول العظمى تاخذ تقرب الف حساب للدول الاخرى. شوف شنو سي نور الدين مثال عدم الاعلان رئيس الجمهوريه لحد الان على البيان المطالب به نورمالمون عنده الاعلان عن التمديد في اجراءاته الاستثنائيه ربما يخضع لهذه التوازنات الدوليه والاجندات المتسارعه. نقول لك حاجه سي عامر انا قلتها المره الاخرى الرئيس الان في ورطه. ورطه سياسيه لانه قلنا الرئيس عادة اللي يعمل انقلاب كما كان يحكي توا على انقلاب هنا نور الدين تلقاه وراه حزب ولا وراه جيش ولا وراه معناها فما رؤية فما معناها الرئيس قيس سعيد ما معاش علاش معناها يصعب عليه الآن أن الساعة يرسي حكومة ما عندوش شبكة من الكفاءات تكون عند الأحزاب هذه قلت المرة وتكون موجودة يجبد منها من بيبينيير بتاع كذا وفلان وكذا ويحطوا في المالية الآخر يحطوا في الخارجية ما عندوش هذه ما عندوش الشبكة هذه إنسان جاء بالأقدار معناها سيت أن أكسيدون دو باركور سي قيس سعيد كيما الأكسيدون بتاع اللي قلته بتاع الكلون ذا كلاون الكلون هذاك المهرج في إيطاليا اللي نجح في الانتخابات وفاجأ الأحزاب التقليدية الكبرى وكما الأحزاب التقليدية لليغا في في في, فرا في في إيطاليا اللي طيرت الحزب الاشتراكي بتاع كراكسي اللي هرب من تونس والحزب الشيوعي اللي عمره أكثر من 100 سنة هذه مشات قيس سعيد هذا سيت أن أكسيدون ونقولوا له مازالوا 4 سنوات راهي حكايه فارغه. عمين 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 طول فيهم انت. فبالتالي انا نقول انت سالتني على قلت لي التغيرات الاقليميه وتاثيرها على تونس. التغيرات الاقليميه الظاهر انه قيس سعيد مازال مش مستوعبها معناها قاعد يخدم نقولوا احنا فما اضطراب وانا ربما علاش قلت لك في ورطه الان الاستاذ قيس سعيد لانه ربما مش بعملي معناها فاعل ناس قاعده تخمم وحطوه في الورطه هذه لا حط فيها روحه الظاهر انه حط فيها روحه لانه معناها الراو انه حتى الاطراف السياسيه حتى خصومه نقولوا حزب النهضه وكذا يبدا قاعد توا على روحه يتفرج برك هذايا يتسمى نوع من الانتصار علاش لانه يا سيدي برا اتصرف اتصرف ورينا اش باش تعمل انا يعني انا فبالتالي هذه الورطه ثم نحب نعرج على شيء هام جدا هل الازمه هذه والانقلاب هذايا بين شيء بين معناها فضح بعض الكيانات اللي كانت تسمي نفسها احزاب اللي كانت معناها تتحرك وتتكلم ها وانت تكلمت على الاعلام في امريكا وتنشوفوا التاريخ سيثبت ان الاعلام لعب دور كبير في سيطنه معناها احد الاطراف السياسيه وفي الوضع المتازم اللي نعيشه فيه. نعم. الان والرداءه اللي نقطتين مهمتين مهمين برشا خلينا نبدا بالنقطه الاولى ورينا شنو عمل بالحق وشنو عمل رئيس الجمهوريه خلال هذا الشهر اللي مدوا توا الى اجال مفتوحه يعني بعد الشهر هذا خدم حقيقه رئيس الجمهوريه الشعب حكي على ارتفاع الاسعار وحكي على مقاومه الفساد وحكي على غيرها من العناوين الظاهر حسب برشا ناس يقولوا انه الرئيس ما خدمش الشعب انما قاعد يخدم في مشروعه بترسيخه ربما وترسيخ سيطرته على كل دواليب الدوله. هو بالمناسبه اليوم خرجت بعثه الى افريقيا الى افريقيا الوسطى تقريبا بعثه عسكريه لافريقيا الوسطى تقريبا ما يلزمها تخرج الا بمصادقه من البرلمان في الواقع. طبعا نعم تفضل. هو قيس سعيد يبدو لي جاء غريبا وسيعود غريبا يعني بالمعنى على كل حال يعني الحقيقة لم نجد له الرجل منذ أتى يعني ليس له مشروع لم يقدم مشروع لم يقدم برنامج وحتى وهو الآن يمسك بدواليب الدولة بكل دواليبها بقواتها المسلحة وبقواتها العاملة وبقواتها والدولة فيها الكثير من المشاكل الحقيقية ولكن هؤلاء المستشارين الذين يحيطون به حقيقة هم كما مصاصي دماء يعني لا يشيرون إليه إلا بالعنف واستئصال وكل كما قال سي نور الدين كل له أجنداته ولعل الحقيقة أنه الفعل الوحيد الذي يحسب له هو صموده
كما يعني سموده، ولأنه أمام هذه المحاولات من طبعه هو أنه هكذا يعني يقدر ثم يقدر الأمر ويقلبه، ترى أنه يسهر الليل كما قال، يسهر الليل بالنهار أي كما قال ذلك الفتى، يعني أنه الرجل لا ينام ولا يأكل مثل الناس. وهذا المسألة الحقيقة، لكن من الجانب الثاني الخطوط، ولعله من سوء حظ المنقلبين جميعا، يعني أنه الظرف الإقليمي بما فيهم أفغانستان، يعني أمريكا لما تخرج من أفغانستان وتترك اللواء لطالبان وتترك المسألة في حزب معروف ب يعني إسلام اللايت، يعني كما هو معروف عند الشيخ الغنوشي والحزب النهضة، يعني ماذا تريد أن تقدم للعالم أنت؟ يعني أنه لابد إذا أردت أن تأخذ الحكم أن تكون طالبان، يعني هذه المسألة التي تحرج هؤلاء جميعا. ولكن الغريب أن هذه الحاشية اعتبرت أن له أمريكا وغيرها في أفغانستان فرصة يلا، ولكن لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء. لماذا؟ لأنه كما قال سينور الدين ما عندوش الآليات. هذا الانقلاب هو انقلاب من غير أضراس وليس له مخالب. لماذا؟ لأن الذي قام به هو شخص أستاذ، ليس من العتاد يعني أو من العسكر أو من كذا، لذلك نجح هناك في مصر. لماذا؟ لأن عندهم تقاليد الانقلابات، لأنه العسكر يحكم من عام 52 ويسيطر على الاقتصاد تقريباً، ويسيطر على الاقتصاد كذا. لكن نعم. في تونس الانتاج العسكري كله عنده في مصر. في تونس من سوء حظهم النكد أنه أولاً تونس هي ليست أرض الانقلابات ولا يستطيع أن يفعل ذلك، لأنه ما عندناش تقاليد. الجيش أثبت فعلاً أنه جيش جمهوري لولا بعض الأخطاء الصغيرة، يعني يمشوا بالأوامر طبعاً. نعم. ولكن تجاوزوا هذه المسألة. لكن أيضاً الإشكال الآخر من سوء حظهم أيضاً على المستوى الإقليمي، رجوع هؤلاء الذين كانوا يتصارعون والذين كنا نحن في نغلب ما الإمارات الآن في قطر والإمارات في تركيا، وخليفة حفتر أصبح معزولاً. ولذلك هذه المسائل الإقليمية والدولية وبما كلها لم تواتيهم، وهذا من حسن حظ التونسيين ومن حسن حظ الثورة أنها ستكتمل. ولكن أقولها دائما أن هذا الانقلاب هو مثل الصدمة الكهربائية، لعلها تعطي الحياة بمعنى آخر. وقبل ذلك كان يتحدث سينور الدين عن الاتحاد وغيره، كان من ربما أنا أقدر الاتحاد، ربما كان من مصلحته أنه يكون مع الثورة ضد الانقلاب. لماذا؟ لأنه سيشرع للذين سيأتون بعد حينما تصح المسارات الحقيقية، سيحاسب هؤلاء جميعا. نعم. لماذا؟ لأنهم استنى الانقلاب، استنى سنة جيدة وهي المحاسبة، ولن يعود بعد ذلك. طبعا هو لن يعود إلى تونس، لن تعود إلى ما قبل 25. لماذا؟ لأن الصدمة أفاقتهم جميعا، وأفاقتهم ضد هؤلاء المتمعشين مصاصي الدماء الفسدة الذين لا يمكن أن يتجاوز عنهم. لماذا؟ لأن هذا الحزب الكبير الذي كان دائما بالمعنى الكنسي، يعني من صفعك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر، هذا أمر لعله أصبح الآن في خبر كان. نعم. ولذلك يعني كل الآن لا أتصور أن هؤلاء ستمر عليهم أمور مرار الكرام، ولذلك سيكون المسألة ستكون. نعم. النقطة الثانية جبت ما نحبوش يكون أنا خطابنا أحاد الاتجاه. مش نقولوا عندما يتحدث الأخ أنا ديما نقولها باش نكونوا موضوعيين، باش نخرجوا بنتائج، باش نخرجوا باستنتاجات بدروس. عندما نقولوا الأستاذ قيس سعيد ما عندوش برنامج، صحيح وقلنا علاش وكذا وكذا، لأنه سنكسيدون معناها دو باركور. لكن كذلك الأطراف المقابلة، الأطراف الخصوم نتاعو ما كانش عندهم برامج. المشكلة نتاعهم لم يقع إنجاز الاستحقاقات اللي كانت مطلوبة، وهذا اللي صار. وبكلهم اعترفوا بالخطأ نتاعهم وقالوا، لكن المشكلة الكل هو أنه كان بالإمكان الإصلاح تحت سقف الديمقراطية وحياته الديمقراطية. قلنا فقط الإصلاح يجب أن يكون في إطار الشرعية الدستورية وفي إطار القانون. وقلت المرة الأخرى أنه أسهل شيء الانقلاب. نعم. لكن أصعب شيء أنك تصلح
وتعالج من خلال القانون، من خلال الدستور، في الإطار الدستوري. نقطة مهمة جبتها سي نور الدين، وهذا يخليني نعم نقطة جبتها. وأنت رجل قانون، عندما نقول أنا نعم. اتجه لقيس سعيد نقول له، وقلت له نقول له معناها كان من الأحرى أنك تتجه إلى الدستور اللي فيه آليات كثيرة طبعا. تسمح لك أنك تعالج الأزمة من خلال الإطار القانوني والإطار الدستوري. نعم. موضوع آخر جبته سي نور الدين. نعم. موضوع آخر جبته سي نور الدين في مداخلتك السابقة، وخلينا نسأل سي الغلوفي موضوع النخبة. النخبة اليوم وينها؟ النخبة السياسية، هل النخبة السياسية اليوم اللي ظهرت بعد الانقلاب وندت بعض التنديد، واليوم نشوف فيها بكلها تتراجع، معناها وكأننا نؤسس فعلا إلى جمهورية الخوف والرعب اليوم. اليوم حتى الحزب الجمهوري اليوم مخرج بيانه سامحني يحشم، معناها بعد بيانه الأول. يعني هل قادر النخبة السياسية الموجودة اللي كانت سواء كانت في الحكم واللي كانت ولا موجودة في المعارضة، قادر اليوم على مواجهة النزعة السلطوية للرئيس قيس سعيد والحاشية نتاعو ولا لا؟ وأنا منذ يومين كتبت في حسابي الفيسبوكي نص بعنوان عودة الخوف، عودة دولة الخوف، شيء كهذا. ثم كلمة روج يقول لك الرأسمال جبان. في تونس نحن عندنا النخبة جبانة، النخبة دائما تنام في أسرة وثيرة تأكل الرغيف بنخبويتها بمفرد، معناها قصارى ما يفعل المثقف في بلادنا إلا قليلا بطبيعة الحال أن يأكل من ثقافته. النخبة التي تنتج موقفا، وهذا الموقف يمكن أن يجر ما يمكن أن نعتبره ثمنا، تقريبا محاصرة إلى حد كبير. ماذا عساها تفعل النخبة؟ النخبة وهنا ربما مشكلة النهضة الكبرى، حركة النهضة باعتبارها الحزب الأكبر في البلاد، هي أنها حركة بقيت معزولة بين النخبة، يشار إليها بالبنان، رجعية متخلفة، تعمل على تغيير النمط الاجتماعي الذي تعيشه البلاد، يعني شأنها شأن طالبان في أفغانستان، كأنهم يحملونها على أن تكون طالبة دون وعي منهم بطبيعة الحال. النخبة اليوم وجدت أن رئيس الجمهورية خلصها من حزب سياسي تكرهه، ومشكلتنا في السياسة هنا السياسة لا تؤخذ بالكره والحب، لكن نخبتنا تكره وتحب. مداخلنا إلى السياسة لا ينبغي أن تكون كرها وحبا، ولكن نخبتنا تحب، فإذا أحبت وافقت، وتكره وإذا كرهت نافقت أو طلقت نهائيا. قيس سعيد يملك السلطة اليوم، والسلطة مجزية وتجزل العطاء. أنا حيرتني بصراحة، سامحني سيد نور الدين، أنا حيرتني. يعني النخبة اللي نشوف فيها 10 سنين الطبل للديمقراطية وتمجد في الديمقراطية، والنخبة قلنا حتى قبل الثورة أنها مساندة للديمقراطية وتجمعت في تجربة فريدة في الوطن العربي اللي هي 18 أكتوبر. اليوم النخبة ما لقوهاش، تقول أنت معناها الدكتور مضحين تحدث عن الرجة أو الصعقة الكهربائية، لعل مازالوا دايخين معناها. عجبتني الاستعارة، فعلا هي صعقة كهربائية لا تضر ولكنها تعيد الحياة إلى الجسم المهيض أو المريض. هذه نخبة بسودو، نخبة زائفة. ما الذي تعنيه نخبويتها وثقافتها؟ هؤلاء المثقفون الكتاب الذين لا يعتشون إلا على مديح الملوك والسلاطين والحكام إلى آخره، تجده نخبويا يهرول خرف دولة خليجية أمس كان يسخر منها ويسخر من حكامه من أجل أن يحظى بجائزة من يدي أميره، ولا يجد مشكلا في أن يمتدحه. نخبة ماذا؟ هذه النخبة نخبة متسلقة، ربيت على عين من الاستبداد، عين الاستبداد، وأكلت من سحت طعامه، بالتالي لا يمكنك أن تعول عليها، قلت إلا القليل القليل. لأجل ذلك نجد هذا القليل القليل محاصرا، ولذلك هذا القليل نراه الآن يقف ضد الانقلاب،
لأن هذه محنة فعلا، هي محنة بالمعنى اللغوي. فرز نعم، فرز نعم، محنة حقيقية، فرز حقيقي، غربلة. غربلة نعم، غربلة. وهذاك علاش اليوم هل النخبة التي تقف ضد الانقلاب هي نخبة نوعية على تناقض مواقفها راهو سياسية وحتى الاعتقادية أصلا هي متناقضة، ولكنها ديمقراطية. أنا ندفع على الديمقراطية، لا يعنيني أي حزب. الأحزاب بالنسبة إلي مجرد أدوات، أدوات تصل عبرها الديمقراطية إلى بر النجاة. ولا يسعك أن تكون ديمقراطيا ما لن تدافع عن أحزاب حتى تلك التي تخالفك الرأي. فعلا. اليوم نحن نستنزف الأحزاب ونقصيها ونقضي عليها ونبشر بهذا الذي قدم إلينا من الغيب من أجل أن يخلصنا، يعني منقذ من الضلال. يا أخي هو نعم، نحن نسينا المنقذين من الضلال، وهجرنا الأئمة الهدات والذين يقدمون إلينا الحلول السحرية، وفي بالي تطورنا ودخلنا. وهذا هو إيش معناه، هي النخبة شنية، نغمة عقلانية وتدعو إلى العقل وتدعو إلى الاختلاف وتدعو إلى الشيء ونقيضه وتدعو إلى الحيرة وتدعو إلى القلق، ولكن المنقلب عندما ينقلب يدعو إلى الطمأنينة. يريد قطيعا من الإبل يقتاده إلى طمأنينة يشرب منها ماء ويرضى بما يقدمه إليه. نعم. سينور الدين، تحقق خلال العشرية الأخيرة خلينا نقوله من مناخات، من حريات، من ديمقراطية ما كناش نتمتعوا بها قبل 2011. هل الحرية اللي تربوا عليها تربت عليها جيل اليوم عنده توا اللي كان عمره 10 سنين اليوم عمره 21 عام ولا 22 عام، هل بالسهل أنه يسلموا فيها؟ معناها ترى أنت خاصة مع أنه حكايه ظلم الحاكم ولا يتكشف ولا ثم تعريه معناها خاصه مع انتشار نقول وسائل الاعلام ولا وسائل الاتصال الفيسبوكي هذا ولا التواصل الاجتماعي اللي ما كانش قبل ولا يفضح وفي سرعه نقل الخبر. يعني تصور انت المناخات اللي تاسست اليوم قادره يعني الشعب انه سهل برشا انه يسلم في حريته ويسلم في هالديمقراطيه هذه، سهل بالنسبه له انه يرجع الى المناخات نتاع الاستعباد والاستبداد. هو الرجوع أكيد هذا كش نتمناه وممكن وسهل، لكن هناك خيبة أمل كما كنا نحكيه توا عن النخبة، خيبة أمل لأنه ما كناش نتصوروا أنه بهذه السهولة تقبل معناها النخب وأحزاب أو كيانات كانت تسمي نفسها أحزاب. هذا كش حبيت نقوله قبيلك، معناها كيانات كانت تعتبر نفسها أحزاب وهي في الأخير لم تكن أحزابا، كانت بالاسم برك أحزابا، وكانت ما يمثلها كان رئيسها أو كذا. لذلك تلقى الآن أنه من يدافع على الديمقراطية والقيم الديمقراطية كان، وهذا معناها غريب، كان الشخصيات المناضة قبل 14 جانفي نراو فيهم احنا تو، ومن الاحزاب نقولوا حزب العمال، استاذ نجيب الشابي، عجبني ياسر سي بن جعفر، رغم اللي عندي احتراز على لانه شويه ولا هكا لين شويه، كان قبل معناها دفاع على الديمقراطية وعلى القيم الديمقراطية، دفاع معناها مستميت ويعتبر أن معناها هناك صندوق، وهناك معناها صندوق هو اللي يفرز الناجح في الانتخابات ويجب احترام معناها قرارات الصندوق وغيره وغيره. لكن ظهر بالكاشف خيبة الأمل إزاء النخبة اللي ظهرت بعد 14 جانفي. النخبة هذه والكيانات هذه معناها، وأنا قلت قبل حتى قبل ذلك هناك من الكيانات أو هناك من الشخصيات التي ارتدت على قيم الثورة، وكنا نتفكر كثير من الشخصيات نعم. السياسية الموجودة كانت في البرلمان كانت تدعو إلى الدفاع على النظام المستبد في سوريا، نظام بشار، وكانت تدافع على وما زلت. فهذايا أنت جبتك الثورة نعم. أنت جبتك مبادئ الديمقراطية وتولي معناها تقول معناها يجب معناها تركيز استبداد في مصر واستبداد في الدفاع عن النظام، فما مؤامرة معناها حتى دي مؤامرة الديمقراطية اللي جابتك مؤامرة في تونس. فبالتالي تكلمنا قبل على هذا الارتداد معناها، وهذا معناها لو بارادوكس معناها كيفاش معناها المخب اللي جابتها الديمقراطية وربما ما كانوش يعرفوا الاستبداد لأنه ما عاشوش وما كانوش من المناضلين، لكن على الأقل معناها تمتعوا بمناخ الحرية ومناخ معناها الديمقراطية
وارتدوا قبل 25 جويلية رأوا الارتداء مش في 25 جويلية، وكان لذلك كان من السهل عليهم بعد 25 جويلية أن ينصهروا في 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 منح الاستبداد متاع الرئيس قيس سعيد، معناها لأنه كل واحد ينتظر كما قلت المرة واحد ينتظر منصب لآخر ينتظر قيس سعيد ما عندوش حزب. وربما عندي سؤال أخير بعثوا لي الزميل صالح أحمديات ونحب نوجهه لك ونوجه له تحية بالمناسبة، يقول سمعت بالحشد الشعبي بطبيعة، الحشد الشعبي هذا تنظيم جديد ظهر في تونس، يقول ماذا عن زيارة الوفد السعودي والمحمل برسائل من خادم الحرمين، هل صحيح بأن الجانب السعودي عبر عن قلقه تجاه الترخيص للحشد الشعبي للعمل الحزبي في تونس خصوصا بما يحمله ذلك من امتداد لقوى فكرية قريبة من المذهبية الشيعية تحديدا والمعادية للتوجه السعودي، ربما هذا يخلق مشكلة بين تونس والسعودية المناصرة للانقلاب. هو الحقيقة تحية لصديقي صالح ميدات، لكن ثم مبدأ الهوية في الفلسفة أنه شيء ما يسمى بالثالث المرفوع لا يمكن أن يكون شيء طويلا وقصيرا في ذات الوقت أو أسود أو أبيض، هنا أصبحنا نرى الشيء وعموم وعكسه، يعني انطلاقا من هذا المسألة نعود السعودية والحشد الشعبي، تعرف أنه الحشد الشعبي هواه الشيعي، ولكن يعني الكلام كله الكلام قيل يعني أنه سعيد مناصر للسعودية وهو شيعي هو إيراني وهو يعني كذلك مع الإمارات وكذلك مع يعني، لكن هذه القوى الإقليمية الحقيقة كلها تشتغل في جانب واحد، كل يشتغل على أهدافه، الهدف الوحيد المش موجود العفو المصلحة الوحيدة المش موجودة هي مصلحة تونس، يعني مصلحة التونسيين. الحشد الشعبي هو نقل لتجربة فاشلة في العراق، العراق رأينا ماذا أنتجت الكوارث التي استطاع يعني الحقيقة جزء من السياسيين وليس هم كلهم السوء المطلق يعني أو الشر المطلق، فيهم الذين استطاعوا أن يخلصوا تونس من التجارب التي نراها رأيناها في العراق وفي سوريا وفي حتى في ليبيا، ولكن المناخ والفضاء ليس فضاءها، ليس فضاء تونس، ليست فضاء الحشد الشعبي ولن تستطيع. الشيعة صحيح نحن نعرف أنهم يشتغلون وأنهم ينشطون ويبشرون وهناك عندهم عقد يعني في بنزرت وفي إلى غير ذلك في الجنوب، ولكن هل يستطيعوا أن يرجعوا إلى ذلك العالم الطباوي وبناء الدولة وكذا؟ هذا أمر فيه الكثير من الصعوبة، ولكن لعلهم هم من ضمن هؤلاء الذين تحدث عنهم الحين دكتور نوردين، من أن هذا الشعب يريد، كلهم يريدون، ولكن في الحقيقة النهاية لا يكون نريدون. إلا ما يريد نريد. الرئيس لا حتى احنا نريد ونحن نريد أيضا، ولكن في النهاية يعني نحن نريد الديمقراطية وعودة المسار الديمقراطي. معنا خلي الكلمة الأخيرة، شنو ربما شنو تنتظر وشنو ما قال هذا تصحيح المسار والانقلاب، يعني شنو تراه أنت في المنظور اليوم نستناه في بيان رئيس الجمهورية؟ أنا أظن أنه سينقلب على نفسه، هو وجد نفسه في أمام الجدار ولن تنفعه لا الخارج ولا الداخل، المسألة معقدة، وهو كان يظن أن البلاد يمكن أن تكون حديقة يمكن أن يسيطر عليها وينبت فيها ما شاء من النباتات إلى آخره، لكن قضية معقدة جدا، الدولة وتناقضاتها وخارجها وداخلها إلى آخره. عندي تنويه بسيط في عامر، منذ حين تحدثت عن الخوف، عندنا شاب في الحامة في مدينة السنباط كتب على جدار المقبرة يسقط الانقلاب، دعي إلى منطقة الحرس الوطني في جابس وحقق معه، وجهت إليه تهمة نشر أخبار زائفة لتعكير صفو النظام العام. يعني رجعنا للإسطوانة متاع بن علي بنفس التوصيف ونفس التكييف، تكييف التهمة، ولولا أن حمت على معنى قانون الصحافة، التهمة هذه نعرفها في قانون الصحافة، لولا أن حمته منهم، تعرف شنو حمتها منهم؟ عملوا له تحليل فكان تحليله إيجابيا عند الكوفيد، يعني الكوفيد كانت أرحم منهم، لأجل ذلك أطلقوا سراحه على أن يأتيهم ثانية عندما يشفى من مرضه. الدستور
حيطان وهو يعني. قال الدستور مكتوب على الجدران. هذه آية من آيات الدستور. 30 ثانية تقريبا سي نور الدين باش نختموا، شنو تحب تقول في الأخير باش ما نحب نقول يجب أن تتحلى النخبة بالعقلانية، وأن النخب كلها يجب أن تعترف بأخطائها وتراجع نفسها. نعم. مش طرف واحد، فما يقوم به قيس سعيد هو نتيجة أخطاء الأخطاء الأخرى. نعم. فبالتالي يجب أن إذا كل واحد باش نغنيه وكل معناها ونعملوا كي النعامة ننساو أو كثير من الأطراف تنسى أخطائها وتنسى أن هي كذلك اللي فتحت المجال لإنسان غير معروف غير. نعم. سياسي أنه ومعناها أنه يقوم باللي يقوم به الآن، وهناك معناها مؤشرات استبداد كبيرة في الخطاب وفي الممارسة وفي كذا، هذا معناها إذا ما نستوعبوش الدرس. واضح. وكل أطراف تستوعب الدرس، فمعناها هذاك خيبة المسعى. واضح. شكرا لك السيد نور الدين الحرشاني دكتور في العلوم السياسية، شكرا لك سيد نور الدين الغلوفي شرفتنا الباحث في الشأن السياسي، شكرا لك دكتورنا محمد التومي الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، مرحبا بك، شكرا لكم على حسن المتابعة، نتقابل إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.